دكتور محمد، ممكن حضرتك تكلمنا عن اعراض التهاب الجيوب الانفيه الحساسيه ومسألة؟ والموضوع ده بقى مشكلته ان هو فيه لبس كبير قوي ما بين العيان. العيان بيبقى بيشتكي دايما ومش عارف، مش عارف ايه اللي عنده. هو فاكر ان ده موضوع برد. دايما العيان يخش يقول لك انا تعبان، انا عندي برد طول السنه. هو مش برد، تبقى حساسيه. ان البرد ما بيقعدش طول السنه، حساسيه بتيجي على فترات حسب التهيج، حسب التعرض لاعراض المحدده. دايما الناس بتقول كل حاجه، يقول لك انا عندي جيوب انفيه، انا عندي جيوب انفيه. هو الموضوع مش كده. الموضوع فرق كبير خالص ما بين التهابات الجيوب الانفيه وما بين نزلات البرد المتكرره وما بين الحساسيه. البرد بيبقى دور فيروس عادي، بيقعد يومين او ثلاثه وبعد كده العيان بيشفى منه وبيمارس حياته طبيعيه خالص. ممكن يتكرر بقى بعد التعرض للتغير في درجات الحراره، تكييف كده. مشكله بقى في التهابات الجيوب الانفيه، لو دور البرد بيطول معاه شويه ممكن يحصل التهاب بكتيري او يحصل التهابات في الجيوب الانفيه. ده بقى العيان ساعتها بيبدا يشتكي، بقى في الم في الوجه، بقى في انسداد في الانف، بقى في افرازات. هنا العيان فعلا بيعاني، بيبقى محتاج ان هو يزور الطبيب ويحتاج ياخد علاج. الحساسية بقى شيء مختلف شوية. الحساسية بتبقى غالبا يا اما موسمية يا اما دائمة، ودايما العيان بيبقى طول الوقت تعبان من مناخيره. كل ما بيتعرض لتراب، دخان، روائح نفاذة، العيان يبدأ يتحسس، يبدأ يعطس، يبدأ يحس بحكة، مناخيره تتعبه، كتمة في النفس، ما يقدرش ينام كويس، الشم يروح، ما يقدرش يشم. فعلا العيانين دولت بيبقوا بيعانوا. حساسية الأنف من الحاجات المنتشرة جدا، نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري بتتعالج من موضوع الحساسية وبتعاني من موضوع الحساسية. المشكلة بقى ان علاج الحساسية ده بيطول، لازم ناخد بخاخات ونمشي فترة طويلة على العلاج لغاية ما نبدأ بنحس بتحسن. واهم حاجة طبعا عشان عيان حساسية الأنف دوت يحس بتحسن ان هو يبدأ يبعد عن الحاجات المسببة للحساسية زي التراب، الدخان، العفرة، لو هو بيدخن يبقى التدخين تماما، اي روائح نفاذة، كل دوت بيفرق مع العيان. فأهم خطوة في علاج حساسية الأنف إن هو يبعد عن الحاجات المسببة للحساسية، مش اللي هو العلاج الدوائي. بعد كده إحنا بنبدأ بقى نتدخل بعلاج دوائي عن طريق مضادات الهستامين أو البخاخات، بخاخات الكورتيزون. شكرا.